يذهب إلى مدينة غزة، ومنها ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل خضر الزعنون. خضر، تفضل لنتعرف على تفاصيل هذا الاستهداف وهذه المجزرة. نعم سعد الدين، هي مجزرة كما وصفها الدفاع المدني الفلسطيني، ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية عند الساعة 5:45 بتوقيت فلسطين فجر هذا اليوم. أطلقت طائرة حربية إسرائيلية على الأقل صاروخ صوب هذه المدرسة التي تؤوي الآلاف من النازحين، وكان الصاروخ موجه باتجاه المصلى داخل هذه المدرسة التي تقع في مربع الصحابة في قلب مدينة غزة. حتى هذه اللحظة وفقا طواقم الدفاع المدني تم انتشال على الأقل 40 جثة، وتم الآن السيطرة على حريق كان مشتعل في هذا المكان حيث احترقت أجساد المواطنين في هذا المكان، ولازالت طواقم الدفاع المدني تقوم عمليات الانتشال للضحايا وأيضا للمصابين من هذا المكان، حيث يتواجد الآلاف من المواطنين وأيضا طواقم من الإسعاف الفلسطيني الهلال الأحمر الفلسطيني، وأيضا المواطنون يقومون بمساعدة طواقم الدفاع المدني والإسعاف لانتشال الضحايا والمصابين من هذا المكان الذي تعرض لهذا القصف الصاروخي الإسرائيلي يعني قبيل دقائق من الآن، ولا زالت يعني الأوضاع هنا صعبة وصعبة للغاية نتيجة يعني احتراق أجساد للضحايا وأيضا للمصابين في هذا المكان الذي يعج بالمواطنين، حيث نزح المواطنون ولجؤوا لهذا المكان علّه يكون آمنا، ولكن آلة الحرب الإسرائيلية قامت بقصف على رؤوس من فيه وخاصة ممن كانوا يؤدون صلاة الفجر قبيل دقائق من الآن.